للمناخ والتغير المناخي في العالم كله مش عندنا احنا بس. كلمني عن التلسكوب اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه، وازاي انت قدرت توصل لناسا، او عرفت ازاي عن التلسكوب، او عرفت ازاي ان انت ممكن تبعت لناسا اصلا. تمام، هو انا قلت من 8 سنين كنت بتابع المواقع الاجنبية. طبعا اكبر مكان واحد يقدر ياخد منه معلومة كانت وكالة ناسا. وكالة ناسا من وقت للتاني بتنزل، هي بتطلب افكار بس بشكل ما بيبقاش بشكل مباشر، يعني مش بتطلب بشكل مباشر. يعني في وقت من الاوقات بتطلب في حد عنده افكار لتجارب جديده ممكن تتطبق في الفضاء. فكان في قريت كده ان هم كانوا كاتبين عايزين تصميم محاكاه للتلسكوب جيمس ويب. هو التلسكوب جيمس ويب هم بداوا فكرته من سنه 96. تمام، التلسكوب ده عباره عن اله زمن. هو ببساطة يعني هو عبارة عن آلة زمن، هو هيصور لنا الماضي. التلسكوب جيمس ويب هو موجود حاليا، في تلسكوب موجود اللي هو موجود التلسكوب العجوز اللي هو هابل. تمام، التلسكوب دوت يعني كان في وقت من الأوقات هو الحاجة الكبيرة المسيطر. التطور بقى اللي حصل في جيمس ويب ان هم فكروا ان هم يضيفوا تعديل عليه، ان هو بدل ما بيصور، يعني بدل ما هو الاول عايزين نعرف الاول فكره التلسكوب بتبقى شغاله ازاي عشان نعرف احنا بنتكلم عن ايه. هو التلسكوب بيبقى عباره عن مرايات كبيره بتجمع الضوء اللي جاي لها وبتعكسه على عدسات بتكبر الصوره وبتعالج الصوره في الاخر، بتدينا شكل كده، يعني بتدينا شكل نهائي، صوره نهائيه للمجرات والكواكب الموجوده بعيد. تمام، الفكره هي جت من النظر. يعني احنا لما بنيجي بنشوف، لما يعني الرؤيه بتتم ازاي، ان الضوء اللي بيبقى ساقط على الاجسام بيتعكس جسيمات ضوء اللي هي عباره عن الفوتونات. الجسيمات دي احنا بنستقبلها على الشبكيه بتاعت العين. ايوه بالظبط، تمام، وبتتجمع والمخ بيعالج. المخ بيعالجها وبيكون لنا صوره اللي احنا بنبقى شايفينها. الضوء اللي جاي اللي احنا بنستقبله او التلسكوبات بتستقبله، الضوء ده عشان خاطر بيجي من على مسافات بعيده بيبقى التردد بتاعه ضعيف. فهابل بيقدر يصور الصور اللي هي قريبه، يعني مثلا ممكن مليون سنه ضوئيه. بس الضوء بيبقى عباره عن 7 الوان احنا عارفينهم، اللي هو الوان الطيف. الوان الطيف بالظبط كده. الضوء التردد بتاع الضوء الاقل من ال7 الوان او الاعلى من ال7 الوان ده بيبقى اسمه الاقل من النور، من الضوء الاحمر، من اللون الاحمر اسمه الاشعه تحت الحمراء. اللي اعلى من اللون البنفسجي اللي هي الاشعه الفوق بنفسجيه. فوق بنفسجيه. تمام، هابل شغال على الاشعه الفوق البنفسجيه اللي هي بيبقى التردد بتاعها عالي جدا والطول الموجي قصير. الطول الموجي ده اللي انا هقدر اشوف بيه المسافه قريبه. التلسكوب جيمس ويب يعني التقنيه بتاعته اللي بيشتغل بيها اللي هو بيصور بالاشعه تحت الحمراء، فهنا هيبقى الطول الموجي كبير والتردد اقل. فبالتالي انا هقدر اشوف مسافات كبيره. أبعد. تمام، هو يعني المقدر ليه ان هو يشوف، يعني هو هيقدر يلقط صور على مسافه 13 مليار سنه ضوئيه، يعني من عمر الكون. فهيقدر يصور النشأة بتاعت الكون. وهو ده اللي الطموح بتاع البشر عشان خاطر يقدروا ان هم يشوفوا الكون بدأ ازاي. يشوفوا الكون. وده غير طبعا ان هم هو هيقدر يشوف المجرات البعيدة عننا. كل ده عشان خاطر يجاوب على سؤالين. احنا عايشين لوحدنا في الكون؟ لان احنا يعني احنا عايشين في مجرة فيها 100 مليار نجم، يعني 100 مليار شمس. الكون فيه 100 مليار مجره. فطبيعي ان هو الواحد يفكر ان هل في كائنات زي ما احنا بنقول يعني الكون ده كله عشان خاطر احنا بس نبقى عايشين فيه. فدي حاجه. الحاجه الثانيه هيصور التطور بتاع الكواكب اللي اتنشأت في المجرات اللي بره، فهيقدر ان هو يدينا يعني تصور برضك للتطور اللي ممكن يحصل عندنا في الارض. طب هل وكاله ناسا بترد على اي حد بيبعت لها تصورات؟ اي حد بيخاطب ناسا بترد عليه بشكل سريع جدا في نفس اليوم او تاني يوم. انا في وقت من الاوقات طلبت من ناسا ان يعني يخلوا الموقع بتاعهم مترجم للغه العربيه عشان يسهل شويه. ف
فهم لا خلاص عاوزين يفضلوا على الانجليزي. اللغه الانجليزيه. طب امتى بدات ترد عليك وكاله ناسا؟ هو انا اي سؤال ببعته لهم بيجاوبوا عليه، لو في حاجه انا عايز اعرف اسال عنها بيجاوبوا، في افكار كانت بتتبعت وكانت بتجاوب عليها ان هي موجوده فعلا وان هي قايد البحث طب معلش بس عاوز اسالك، انت بتبعت لهم الاقتراحات تبعونك بس مثلا لو عندك اسئله كمان بيجاوبوا عليها؟ بيجاوبوا عليها وبيعطوك المعلومه زي ما هي علشان يساعدوك بالابتكار اللي انت عم تبتكره؟ لو المعلومه متوفره عندهم هم بيردوا عليا عشان خاطر يعني هو كنوع من الدعم المعنوي يعني هم هيستفيدوا وهم هيستفادوا ممكن بفكره جديده. يعني التلسكوب بدا تصميمه سنه 96 كان المفروض ان التلسكوب هيطلع في سنه 2007 وكان مقدر ليه ميزانيه حوالي 500 مليون دولار. في 2005 قبل ما يطلع بسنتين اكتشفوا ان التصميم مش هينفع وان هم لازم يغيروا كل التصميم. فبداوا يطلبهم افكار، ناس كتير بتبعت افكار. المشكله كان ان حجم التلسكوب كبير والصاروخ اللي هيطلع التلسكوب مش هيقدر يستوعب الحجم. فكان الفئه من ضمن الافكار اللي استخدموها واللي طبعا هم ما بيقولوش هو مين صاحب الفكره، يعني الفكره جات لهم ازاي، هم عندهم حقوق ملكيه للافكار اللي بتجي لهم. بالظبط تمام. ان التلسكوب يبقى قابل للطي، هم عملوه 18 مرايه على شكل سداسي، المرايه دي قابله انها تطي عشان تخش في الصاروخ اللي هيطلع في الفضاء، وبعد كده لما بتطلع بينفرد وبيبدا ان هو يقوم بالمهام بتاعته. طيب محمد، احنا دلوقتي بنتكلم عن ناسا، كنا دايما بنسمع ان وكاله ناسا بتعمل مسابقات كبيره جدا بمبالغ ضخمه لاي حد ممكن يفيدها في مشاكلها، مثلا زي مشكله ان رواد الفضاء مثلا لو الاكل اللي خلص منهم محدش بيعرف يبعت لهم اكل، فكانوا هنا عاملين مسابقه لو حد عنده اقتراح او ان حد يبعت اصلا اقتراحاته ان هو احسن اقتراح يقدر فعلا يتنفذ على ارض الواقع ياخد معاهم جايزه. كان عندهم مشكلتين، ازاي تمام. الاكل وازاي الفضلات بتاعه الانسان، هو لغايه دلوقتي لسه ما وصلوش لسه ما جاتلهمش الفكره، مفيش جاذبيه ما عندهمش لسه ما وصلت لهمش الفكره اللي هم يقدروا يشتغلوا عليها. بس هم فعلا هم في حاجات عندهم بتبقى ضروريه جدا ومحتاجين افكار، فبيحطهم يعني دافع كبير علشان خاطر الناس تبدا تقدم افكار. طيب محمد، قول لي الشغف اللي عندك عن الفضاء وعن المناخ ده غير ايه في حياتك؟ يعني انت النهارده مثلا شغلك ودراستك كانت حاجه تانية خالص غير علوم الفضاء والمناخ، لما بدات انت تعرف عن المناخ والدراسات والابحاث اللي انت بتقراها ايه اللي اتغير فيك؟ اتغير ان انا بصيت للعلم بشكل مختلف خالص. يعني مثلا احنا لما بنيجي نفكر احنا بنفكر كلنا بنفكر بداله خطيه اللي هي 1 + 1 = 2. انا لو جيت قلت لحد ازاي اقدر اطلع القمر بورقه هيقول انت مجنون. صعب. انما بالعلم ممكن ان انا اجاوب عليه واقول له ممكن ان اطلع بورقه القمر، ان انا لو مسكت ورقه طبعا، بس طبعا ايا كان هي حجمها قد ايه، بس ورقه تمام، وطبقتها 42 مره، طبقت الورق 42 مره اقدر اوصل بيها للفضاء. هنا الموضوع يبان غريب صح؟ عشان خاطر مش مفهوم. مش مفهوم. هو العلم ما بيفكرش بالتفكير بتاعنا بطريقتنا احنا في التفكير اللي هي الداله الخطيه، لا، العلم بيفكر بداله قصيه. اللي هي ازاي؟ ان انا لما اجي افكر مثلا طب انا لو طبقت الورقه دي مره، لو الورقه سمكها ملي هيبقى سمكها 2 ملي، طبقتها تاني هيبقى 4 ملي، 8 ملي، يعني لو طبقتها 20 مرة هتعمل الايه؟ متر 2 3. الدالة الأسية ممكن توصل لي ان انا انسى بقى التفكير بتاعي دوت اللي هو العادي، ان ال 42 مرة دول ممكن يوصلوا الورقة ل 440,000 كيلو. والمسافة بيني وبين القمر 380,000 كيلو، يعني انا كده هعدي القمر كمان طبعا. فالعلم جميل، العلم يعني في بيفتح المدارك طبعا.